التنسيق الجهوي للنقابات الممثله القطاع المهني الصحه جميعا ينظمون اليوم وقفه احتجاجيه في اطار تنزيل ما ورد في بيان التنسيق الوطني اللي كنشكرهم بهذه المناسبه جميع الكتاب الوطنيين الذين انهم ربما ذوبوا بعض المشاكل باش اننا نتوحدوا نكونوا كتله واحده بمختلف المشارب ديالنا، اطباء، ممرضين، تقنيين، اداريين، على عين الجميع انه باش نديروا هذه الوقفه تعبيرا على الاستنكار ديالنا لعدم تطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها يوم 26 يناير. جميع النقابات وقعات مع وزاره الصحه على هذه الاتفاقات، نحن نريد تطبيق هذا الاتفاق، لا نريد شيئا اكثر، فهمتيني؟ وبالتالي باش يمكننا نخدموا في افق تهيئ ما هو قادم للبلاد من قطاع الصحه، هو قطاع متفائل في اطار كاس افريقيا المقبل، كاس افريقيا 2025، وكاين كاس العالم، يعني الاعتناء بالموارد البشريه هو امر هام ومهم، وبالتالي هناك كما كنقولوا واحد لا ريفورم دو لا سونتي في اطار لو جروبمون سانيتير تيريتوريال، فهذا اشكال تطرح قانوني، حنا بغينا نعرفوا المنزله ديالنا كموظفين عموميين داخل هذا الجروبمون هذا، ما يمكن هذيك الصفه تحيد لنا. وما يمكنش انه من بعد يقولنا بدا تخلصوا من الجروبمون، حنا كنقولوا دخلنا مع الدوله نبقاو نتخلصوا من النفقات، باب كنمشيو للميزانيه ديال الدوله كاين باب نفقات الموظفين، ما يقولش لا غنمشي هنا ولا هنا، حنا هادو المطالب الاساسيه ديالنا وتطبيق الاتفاقات التي كان اتفاق في نوفمبر في مراكش، كان اتفاق في الدار البيضاء، كان اتفاق في الدار البيضاء، وكان اتفاق لو 26 هو اللي فيناليزا هاد الجوج كلهم اللي فيهم المطالب ديالنا، والوزاره الصحه كانت متفق على ذلك. فكنطلبوا من الحكومه انه تكون يعني قد الكلمه وتوفي باش يمكننا نسير قدما لتاهيل قطاع الصحه. هاد الوقفه الجهويه كتجي كرد فعل من التنسيق النقابي ضد وزارة الصحة والحكومة، لأنه لم يتم الوفاء بالوعد ديال تنفيذ الاتفاق ديال 26 يناير. الاتفاق ديال 26 يناير كما كنتوا أنتم كنتوا متبعين معنا أنه قطع واحد الجولات وجولات ديال الحوار، في الأخير تم توقيع الاتفاق والحكومة ما التزمتش به. وزارة الصحة كدير أعذار واهية بأنه رئيس الحكومة مازال ما وافقش. حنا دوك حنا كنشوفوا زعما يعني الا كان رئيس الحكومه غيعطي واحد يعني غيعطي التاشير ديالو على ذاك الاتفاق اللي ديال 26 يناير باش يتم التنفيذ ديالو، لانه في هذا الحوار الاجتماعي الاخير كان تم الاتفاق ما بين النقابات المركزيه والحكومه، وتم استثناء ديال وزاره الصحه ووزاره التعليم، رغم ان وزاره الصحه لحد الان لم تستفيد من اي شيء. دوك الاتفاق مازال معلق، لم يعني البنود ديالو كامله لم يتم تنفيذ ديالها.